السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سيدي يا سيدي الفاضل ويا أحسن شيخ، أنا ارتبكت، شد لي الخط، فرحتي ما قداني فرحة يا سيدي الطيب. لا إله إلا الله. الله يعلم قدرك محمد رسول الله. أجرك لله وعظم الله أجرك يا سيدي الكريم في الأميمة الحبيبة. أجرك لله. جزاك الله ألف خير. يجعل محبة تصبر، والله يعوضك صبر في وليداتك وفي مولاد صغرك. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعطيك الصبر والسلوان في الفرق ديال الأميمة ديالك. اللهم آمين. هذا هو السبب اللي خلاني أنا نتصل اليوم بحركتي على الأميمة ديالي مريضة. كنتمنى منك دير لي الدعاء لأميمتي الحبيبة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مسكينة في الزنقة وتهرست مني في ديالها. الله أكبر. كنتش عليك سيدي الشيخ. كنتمنى دير لي الدعاء لأميمتي لأن نقطة ضعفي هي أمي. لا إله إلا الله. رغم أنني مزوجة وعندي ثلاثة الوليدات، عندي يحيى وعندي شيماء وعندي فرح، ولكن الله يخليهم لي. يخلي لك صحتك. ولكن أمي كل شيء يا سيدي الطيب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اسمح لي لأنك باقي يعني مجروح في مينتك وباقي يعني الجرح وتكملت عليك، ولكن باليد حيلة. أنا قمت الليل وصليت وطلبت الله. امرا كبيره مسكينه ونحن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كان المستمعين كلهم يدعوا لي مع اميمتي الحبيبه انها تشافى وتولي شويه. يا رب. مع ذلك كتبتسم والفرحه في وجهها وكتقول لي حمدت الله حمدت الله وشكرت فضله ان ربي تفكرني فكرني وانا مؤمنه الحمد لله بقضاء الله. والحمد لله سيدي الشيخ. لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. الله يخفضك لنا نائمة. الله يخفضك لنا. بارك الله فيك. الله يجزيك بألف خير. واحد الإضافة بغيت نضيفها لك. الله يجزيك بخير على الناس المحسنين الكرماء. كتسمعني سيدي الطيب؟ إيه. لا لا نائمة. الناس يعني شنو نقول لك، كاينين الناس لاباس عليهم والله يزيدهم من فضله، الله يكثر يعني منهم والله يزيدهم من فضله الله سبحانه وتعالى. كيكلفوا ناس كيكونوا يمشيوا يعطيو في بلاصه الناس، يعني فهمتيني اش بغيت نوصل لك. كيكلفوا ناس كيفرقوا كيعطيو، ولكن اللي حز لي في قلبي يا سيدي الطيب، اللي حز لي في قلبي انني كنت مريحه وراجلي حتى هو كان مريح، وتجمعات عليا ثلاث شهور ديال الكرا. انا تنقول لك غير كنت شكا عليك، انا ما طامع في شي حاجه، طامع في كرم ديال الله سبحانه وتعالى. واحد السيده كريمه ولد كلفت شي واحد، وتخيل معي سيدي الشيخ، اقسم لك بآية الرحمن كنتمنى من الله تصدقني وكاع المستمعين يصدقوني. تخيل معايا جمعت لي فلوس ديال الكرا وجمعت لي الفلوس ديال الموضة، والله يكرمها ويجعلها في جنتها. إيه. وبالإضافة حتى الدعم ديال رمضان ما خديتوش، شديت عليا بابي وعانيت في صمت. لا انا ولا بزاف الناس كيعانيو في صمت، ماشي غير انا، راه بزاف الناس. هذه راه رسالة على لسان كل واحد. ومع ذلك السيد هذا انا شغل نقول لي الله يهديه والله يسمح ليه. تخيل معايا ملي عيط لي في التليفون وقال لي واش هذه نعيمه، قلت لي يا سيدي هو هي هذه ورقم التليفون ديالي هذا اللي كنهضر به، قيدت في الفوتوكوبيت لاكارت وعطيته ليه. قال لي واش غديري معايا دابا راه الفلوس خرجوا. السيدة عطاتني تصورت سيدي الشيخ كيفاش خرجوا. نقول لك سيدي اللي بغيتي تاخذها خذها واللي بغيتي تعطيها لي نعطيها لنا، حنا ما كناش طامعين، حنا اللي جات من فضل الله. قال لي غتعطيني 1500 درهم لك، كذبت عليك ما تسمحش ليا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي مشكل ماشي مشكل، ياخذ 30 ويعطيني انايا، يعني داكشي اللي قسمنا نكون به مع الوقت راه تم تحيد هذه الازمه. ولكن يا سيدي الشيخ يا سيدي الشيخ خلاني شديت، يعني انا كنت كنت حي شعبي. شنو نقول لك، يعني راك راه معروف نقولها لك، انا ما عنديش مشكل يعني من التشارك من حي الولاء. شديت الترام وهبطت حتى لغاندي في محطه غاندي حدا البوسطه الكبيره وكنتسنى غنمشي نسطيها، وديت معايا ولدي يعني غضب المحرم ديالي وكيضحك عليا، خلاني نهاري كامل وطفى تليفون. يعني انا غير هذه رساله كنقول فيها
شهم عليهم ما يديروش شهم. أعوذ بالله. سيدة مكلفاهم وعاطياهم وما خديت حتى شي حاجة رجعت يعني الحمد لله وجيت وصليت وصبت الله سبحانه وتعالى قلت يا ربي أنا ما معدوماش بصحيحتي ولله الحمد باغي نخدم باغي ندير ما عرفتش شنو على قبل ولادي ولكن مع هاد الأزمة خاصني نصبر رايت ما تحيد هاد الأزمة وانا حامد الله وشاكرة بفضله سيد الشيخ لا إله إلا الله من الأولى من الأخرى الله يفرج عليك يا رب ما معدوماش ولله كنعاني ماشي ما كنعانيش ولكن الحمد لله الحمد لله ابتلاء من عند الله حمدته وشكرت فضله والزوج ديالي ونعمة طيبوبة يا سيدي الطيب كيعاملني بالحسنى وكيعاملني بواحد المعاملة كيخليني كنحس كأنني أميرة في داري رغم أنني في ديور الكراء الحمد لله هذا الشيء هذا كيخفف علي وليداتي كيسمعوا مني الحمد لله الحمد لله وما نطولش عليكم خليكم وخلنا إما كنشكرك أختي كشكرك وأنا بغيت منك غير الدعاء وأنت تتوهج بحسك الله يسر أمرك والله يجعل سيدة ربي يجعل لك دخر في آخرتك والله يجعل ربي يخرج لك الخير في وليداتك وتشوف فيهم باش ما تمنيتي وكيف تتكي مرضي مع ميمتك أنا بغيت لك التريكة الصالحة اللي تكون مرضية معاك وتكون لك السند والعكاز في كبرك يا سيدي الطيب واسم على مسمى كنقولها جزاك الله ألف خير وأنا فرحانة حسيت بيا الخطوة وصلت معاك لأنني عرفتي راك أكثر من 1000 محاولة عاد ربي سهل لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله شكرا سيدي الطيب بارك الله فيك يا نعيمة جزاك الله ألف خير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاد الناس اللي كياخذوا أموال الناس ربي قال في حقهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الأمانة هي حرمة عظيمة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفق فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان ظلوم وجهول يظلم أخاه ويجهل في الحق والعياذ بالله كين هذا النوع هذا النوع كين للا نعيمة ويا ما صدفتهم ناس الله يسترنا ويستركم مبتلين بالمظهر ديالو بالهيئة ديالو وياخذ أموال الناس وضيعة كينين وعشنا معهم وشفنا الاحتكاكات معهم والله يسترنا ويسترهم تلقى بأن في واحد البلية خيبة ولكن بالمقابل كاين الناس خرين الحمد لله من أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصلاح اللي كيعطيو ويعطيو من جهدهم ومن قوتهم وما كيعتبروش هذا عمل تطوعي فقط كيعتبروا تقرب إلى الله عز وجل مثل النوافل في خير وبركة وربي كيعطيهم الجزاء في أولادهم وفي صحتهم وفي كل ما يرجونه وإن شاء الله ربي غادي يعوض هذاك غير الله يغفر لنا وله وإن شاء الله ربي غادي يعوضك خيرا ما دام في قلبك الإيمان وما دام أنت مرضية الوالدين راه مرضي الوالدين عمره ما يتخص ربي عز وجل إذا أراد أن يبتليه بلاء شديد يستحي منه يقول يا جبريل خفف الوطأ عن هذا أو عن هذه لأنهم يقولوا مرضيين الوالدين فنسأل الله تعالى وهذا الآذان للعشاء نسأل الله تعالى أن يجبر عظم أمك اللهم جبر عظمها وجبر كسرها وقوي شكيمتها وصححها وارزقها القوة وارزقها المدد وأقر عينها بأولادها وأحفادها للا نعيمة الله يفتح لك انت والزوج ديالك أبواب الرزق إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والله يسخر لك أهل الخير وأهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصلاح وأهل الأمانة وما أكثرهم راه موجودين الحمد لله ولكنهم لا يظهرون طلبا للستر وبعدا عن الرياء نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم ببركة هذا الأذان قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.